المناديل مش نافعه. طب تاخدي دي انا عم الطف. بس اهدى عشان خاطري. اهلا. طب سيبينا شويه. ازيك رمزي؟ انا مسهل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مش اول بنت تشتكي منك. والله يا فندم انا ببقى داخل البيت من بابه بلاقي تفاهه بخلع. طب اعمل فيك ايه؟ انا مصدقك بالنسبه للبنات مصدقك. الشغل ايه؟ انا ما خليتش اداره في الشركه بتاعتي انا موديتك فيها. شغل عاملين قلت مش تخصصي. وديتك الحسابات 7 و6 11 ازاي؟ معلش يا فندم ادبي انا. ادبي انت؟ انا تعبت. قعدك على مكتبي؟ اقعد على مكتبي. لا يا فندم ما يصحش. لو هتفلح اقعد على مكتبي. خلاص يا فندم طالما ده هيريح حضرتك. رايح فين؟ ثم انت جاي تشتغل ولا جاي تتجوز؟ انا هقول لك. انا هقول لك لان انا زهقت جدا. اتفضل. اتفضل. أوت؟ اتفضل. ميرسي كتير. يعني ما يصحش. لا يا فندم اتفضل. شكرا. انا في مكتب حضرتك. حبيبي انت مكتبك ما تقولش كده. طيب سؤال. عملت ايه في ملف الاتش ار؟ ما لحقتش عشان كان عندي الاجتماع بتاع مراجعين. كويس. عملت ايه في وقت المراجعين؟ انا ما عرفتش اروح بقى عشان كنت بخلص التقرير بتاع الاداره الماليه. يا ابني ايه لسه كنت اسالك على الاداره الماليه عملت ايه؟ لا ما انا قلت بقى اعمل الفايل بتاع الاتش ار احسن. طب فين الفايل بتاع الاتش ار؟ طب هو انا هشتغل بقى ولا هقعد ارد على الاسئله دي كلها؟ تصدق الولد عنده حق جدا. الولد ما غلطش يعني. الولد هيشتغل ولا هيجاوب على الموضوع اللي هو فيه اهلي. شوف يا ابني بما انك واخد راحتك هنا في الشركه ومبرطع وبتعمل كل اللي انت عايزه، هل انا كمدير من حقي اعمل ولا حاجه واحده؟ طبعا يا فندم. انا هنقلك مخازن العاشر. ليه؟ جو جميل. ما فيش عوادم سيارات. ده غير ان هناك كلهم رجاله مخنشرين. عارف انا هتجنن واتنقل هناك. هما مش موافقين. مستر مراد ما تخليش اداء السيء في الشغل يخليك تاخد عني انطباع مش كويس. ايه ده الجمله؟ يعني بلاش حضرتك تاخد عني انطباع مش كويس عشان ادائي مش وانطباع. انا ده انطباع علم النفس حبيبي. شوف يا ابني من الاخر انت لا هتنفع لا في شغل ولا في جواز. اتفضل. معقوله يا فندم حضرتك بتزدادي جمال وتألق يوم عن يوم؟ ميرسي ميرسي يا حبيبي. على فكره اللون ده لايق على بشرتك جدا. ميرسي. لا معلش رمزي سامحني يعني دي مراتي. ها هتسيب لها ولا ايه؟ انا اسف هسيبكم براحتكم. المره دي ما تتحسبش. ايه يا مرفت مالك بتنفخي ليه؟ انا ما بقتش قادره استحمل جنان بنتك ليلى خلاص. انا عايز افهم اخد الجنان ده ايه؟ واخد الجنان اللي احنا بنجيه ده ايه؟ وشي سلخ. ها؟ مش وشي بس على فكره. معلش يا هنون ده اسمه ماراثون. لا ما اعرفوش انا هادي من كده كوم. كده كوم بايه يا حلوف؟ بقول لك ماراثون الماراثون الماراثون يا هاني. اه طب الماراثون ده يعني بنخلصه امتى؟ او اللي بيوصل الاول بيكسب ايه؟ ما حدش هيكسب اي حاجه. هنفضل نجري كده لحد ما نموت. ايه؟ ليه؟ ليه؟ ما يا ابني انت ليه خبطت الست؟ هتسبقنا. طب وايه يعني؟ ما تسبقنا ما احنا ران فور كوز. كوز؟ بقى الهري ده كله على كوز؟ يا ست يلا نروح واشتري لك واحد. احنا بنجري من غير هدف ليه؟ يا عم عندنا هدف. احنا بنجري من اجل الفقراء والمساكين اللي ما عندهمش ميه وهيموتوا من العطش. يا شايف انهم يموتوا من العطش؟ فرحان ما يموتوا من الفرهده وقطعة النفس اللي احنا فيها دي. تصدق انا فرحت قوي بصراحه. مش قادر اقف لحظه. ليلى 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 انا عطشان. لا شوفي انا فلاح وبميل للسبولة اكتر بس اي ثينك الويفي. برافو مراد. بقول لك يا حبيبتي العريس المره دي من عندي ابن الشركه. انا مش عايز فضايح بليز. كفايه اصلا ان انا وافقت عشان اروح اشوف الواد القمر الاوفر في الحلاوه ده. يا بنتي دخلت ربنا انا عطرت. على العموم انا لغيت سفريه الواحات مخصوص عشان الواد الملون الحلو ده. كنت هتبقى ايه في الواحات؟ كنت هنقذ التعالب طبعا. وانت مين ينقذك من التعالب؟ معرفش بقى. هات اي نصيبه تنقذني ولا اقول لك هات الواد الامور الاوفر ده ينقذني ونخلص. على فكره الاحمر اللي في شعرك ده هايل. ده على بنطلون كحلي اوف. ثانك يو مراد. ايه يا برنس شغال ايه؟ الله ده رمز اللي معايا في الشغل هناك اهو. في ايه يا مراد؟ مش احنا جايين نقابله اصلا؟ اه صحيح ده نسينا ان احنا قايلين لكم. ممكن بلاش مراد ممكن هنا بس تقولي بابا عشان الولد تصدق مش اكتر. اوكي مره واحده. اوكي رمزي حبيبي ابني مساء. وحشتني بجد. ربنا يخليك. اهلا يا حبيبي ازيك يا رمزي؟ اهلا مساء. لا يلا انا عندي شغل الصبح ولا ايه؟ هاي ليلى
مش قلت لك يا ميرفت بلاش الاثنين دول بالذات؟ وانا صغيره كنت احلى بنت في المدرسه وكنت اشهر بنت في المدرسه، انت متخيل؟ اقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت بس اصحابي كلهم عملوا لي حوالي 10 مثلا سربرايز بارتيز، اصحاب ابويا، اصحاب امي، اصحابنا في المدرسه، اصحابي من نازله السمانه، اصحابي من الشلتر. اصحابها في الشلتر ازاي؟ ما ده اللي هيجنني. باي ذا واي انا بيتقدم لي عرسان كتير بالعبيط، يعني مش فاكر عددهم من كترهم. انا اللي فاكر عددهم. بس عارف انا يعني ماليش في ستايل الولاد الملونين ده، يعني شكل احمد عز ده ما ياكلش معايا خالص. انا بحب الشكل بتاع منير ده، عارفه؟ منير يا انا بعشق له الحب الحقيقي. على فكرة أنا كنت HR في بنك موقفة 100 راجل على رجل واحدة بنظرة بس، كانوا بيخافوا مني. كانت البنات كلها فرافير، كانوا بيدخلوا بقى الصبح بالكافي وبتاع. أنا كان الأوفيس بوي بتاعي اسمه ألماني، كنت أدخل الصبح أنا أقول ألماني، كان يخش عليا بالشاي بخمسينة. طيب بنتك كفاية نخ بقى، الواد هيدب منها. خلاص ما تمدحناش. هو أتفه من كده بكتير، مش بكتير. طب أنتوا تعرفوا، أنا شايف إن الشباب مش محتاج غير حاجة واحدة بس، فرصة. فرصة يقفش فيها بإيديه وسنانه. فالحل بيبقى إيه بقى؟ في الفرصة. ها الفرصة حضرتك كلمنا ده؟ أهلي من ده. طب نقوم إحنا بقى، يلا يلا بينا. ده تستعبط ولا إيه؟ ارتاح يا حبيبي، انتوا اقعدوا براحتكم. طب انا مين هيروحني يا مامي؟ رمزي طه. يا ريت والله يا ريت، بس المشكله ان انا ساكن في زايد والمعادي الناحيه التانية خالص. يعني المعادي مالها يا بابا؟ معادي بعيد. بس اكيد مش هبعد بالعاشر. في زكيتها يا فندم. مساء الخير. مساء النور. ممكن اخد الاوردر؟ لو سمحت عايزه واحده جرين سالاد وتوماتو سوب. انا هاخد ستيك. ستيك؟ ايه ستيك ده؟ قطعه اللحمه بشويه. لحمه؟ انا مش فاهمه انتوا ازاي بتاكلوا لحمه. عادي بايدينا يعني زي كل الناس ما بتاكلها. يا ابني ده مخلوق روح زيه زيك، يتذبح عشان في الاخر حضرتك تاكله وكمان تقول عليه ستيك؟ انت ترضى ان حد يذبحك وياكلك؟ يذبحني ليه؟ هو انا جاموسه؟ وبعدين ما هو اتذبح خلاص، هنسيب تضحيته تروح حضر يعني؟ خلاص هات لي عم واحد سلطه. في سيزر سلطه بالفراخ. فراخ؟ انت ترضى حد يعمل فيك كده بعد ما تبيض تتذبح وتحط على السلطه؟ انا هاخد طحينه. ويل دان. طيب احكي لك انا بقى لغايه ما الاكل يجي. مره مامي الساعه 2 بالليل طلبت الصيدليه، فاهم؟ والصيدليه ما جاتش. عارف عملت ايه؟ خدت عربيتي. بعد ما دقت اكلي كانت منبهره انا ازاي بطبخ حلو كده وفي نفس الوقت محافظه على شكلي وجسمي. اصلا يعني يبان عليا ان انا تخينه بس ام تشابي. بعدين ام تشابي علشان انا عندي هيلث بروبلمز، مش عشان انا باكل كتير. انا باكل قليل قوي، انت مش فاهم يعني، يمكن قد التفه. لو سمحت بليز ممكن تحط لي تليفوني في التشارج نص ساعه؟ كملها العاشر بس. قولي تعرفش اخبارهم ايه؟ لا الحقيقة بس طلبة طولوا كده يبقى جود نيوز. ها انا لما بكون حزينة ممكن احط صورة سودة على فيسبوك، يعني مع ان اصحابي كلهم بيحطوا صورهم بقى بالبيكيني وبتاع، بس انا طبعا ما بلبسش بيكيني عشان احنا من عيلة شرقية، فاهم؟ طب ثانك يو. حسابه النبي. ليه؟ انا ممكن اجوع لسه كمان شوية، وبعدين انا بحب املى البتاعة دي قوي. استنى عشان في حاجات في السيرفيس كده مش عجباني. توميتو سوب، توميتو سوب كانت حلوه بس يمكن وجعت لي بطني شويه. هقوم اروح الحمام. اوكي يا ريت والله. اتفضلي. بقول لك ايه، الحساب بسرعه يا رب ابوك يا حاج. مهاب انت فين دلوقتي؟ ايه سبعة ولا ضبع؟ كلب. بقول لك ايه، ابوس ايدك دي تخلعني دلوقتي، كانك عايزني اروحك او نودي ابوك الله يرحمه المستشفى اي حاجه. اوعى تكون طلعت شبه ابوها، وبعدين اعتبرها قاعدة صالونات وهتعدي. دي قاعدة كابينيهات. استنى هو ابوه بيتصل، خليك زي ما انت على وضعك. ايه ابو نسب؟ ايه طمني عليه. لا
هو لازم يعرف الاول ستايل حياتك عامل ازاي. انا حاسه ان في كيمستري جامده قوي ما بيننا. انا حاسس كده انها واحده من عيلتي زي اختي يعني بالظبط. وانت عارف بقى حضرتك جواز القرايب كله مشاكل. لاحظتي يا مامي رياكشن وشه انه هيموت ويوصلني البيت؟ ثانيه واحده يا مامي معايا ويتي. هنون ازيك؟ ايه اودي البدله عند المكواجي. انا خايف يعني ما اقدرش اعيشها في المستوى اللي حضرتك معيشها فيه. حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله يعني ما حدش عارف يعمل من حضرتك حاجه كل املنا كلنا في ده. طلب نمرتي اكتر من مره اندايركت وانا توهت. طب انت بتقوري اللي هي ليلى لما تديله الرقم؟ ما كلنا عارفين ان انتوا قادرين تتجوزوا. لا ما انت اكيد مرتبك هيزيد وتترقى. لازم يكون بيحب الكلاب. احنا بنتشعبط في رضا ربنا. لو جنبنا طبعا تعالى هستناك. يلا باي. ايوه يا مامي. يلا كمل الكلام ده بكره. مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا طبعا مع السلامة. هو كان هيقابل واحدة زيك فين؟ باي. يلا باي باي حمد رسول الله. مع السلامة باي. يلا باي 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 باي. الموضوع ماشي مظبوط؟ ايوه. شو قلت لك؟ سوري على التأخير. هو التوميتو سوب بتعمل امساك؟ لا بتسد النفس. بقول لك معلش مهاب صاحبي هيجي لي دلوقتي اصل عنده مشكله. ايه ده انا كمان هنون هيجي لي. ده بقى انتيمي عايز اعرفك عليه. هو غريب شويه بس هتحبه قدام. ده يضايقك في حاجه؟ لا خالص ياك شغل انتوا الاثنين براحتك. ايه ده انت اوبن مايندد قوي. مش لا حضرتك انا ما بتكلمش الماني. اسالها هي. انا مدرسه السعديه بنين. انا مش عايز اقول لك الموضوع ده اهميه يعني. حاضر. انا عارف الموضوع ده مهم قد ايه. ماشي خلي الموضوع ده وقت. مش عايز اتكلم تاني. ماشي حاضر. وانت ما تصهروش. ها هو ازاي يقول لك ما تطهريهوش؟ طهرين ازاي يعني؟ انا عايز افهم. هو ما قالش ما تطهريهوش. هو بيقولي ما تصهرنيهوش. هو ليه بيعمل كده؟ وبعدين هو انا بصهرك يا رمزي؟ يعني انت زهقت مني؟ صاحبك ده قليل الذوق على فكره. صاحبك انت يا اختي وانا مالي؟ ايه ده؟ والله العظيم ما اعرفوش. نعم يعني ده مش صاحبك اللي انت مستنياه؟ هو ده مش اللي هي عيلتها في المول. ده مستناها وانا فايلك يا مهاب. امشي امشي. بقول لك ايه مراد ما جاش؟ جه من بدري وسال عليك وعايزك تخش له. طب شكله متضايق. ما هو متضايق على طول يا رمزي. قصدي شكله متضايق مني. ما هو متضايق على طول منك يا رمزي. ها نعم يا فندم. ها عمر اللي حصل امبارح ممكن تعتبرني رمزي ابنك مش رمزي اللي بتعتمد عليه في كل حاجه في الشغل. انا بعتمد عليك في كل حاجه. مش وقته طبعا. انا حبيتها من جوه قلبي بس هي ما حبتنيش. هي ما حبتنيش يا عمي. ايوه ابني اعذرها. تعرفك من ساعات بس ما لحقتش تحبك. ده انا اللي اعرفك من فتره كبيره جدا لسه ما حبيتكش وما اظنش انه يحصل. انا قريت في عينيها انه لا. خليك بعيد خليك بعيد يا رمزي. مش انت اللي انا مستنياه. مش انت مش انت مش انت. ما بقتش مصدق. انا هقول يا ربي لما اقابل الانسانه اللي بحلم بيها واللي ما فيش فيها غلطه واحده تبقى مش عايزاني. طيب اديني فرصه اكلمها ونشوف. شش. ايوه يا ابني. شش. انا ما غلطتش. انا بقولك ارجوك يا مستر مراد. مش انا الراجل اللي يبني سعادته على حطام غيره. انا هعيش اللي فاضل لي من عمري على الذكرى اسير الالم والجراح. مش انا الراجل اللي يعيش بفلوس واحده ست. احنا فقراء صحيح لكن ما حلتناش غير شرفنا. خلصت؟ انا بقول لك اديني فرصه كده. اهي اهي. لا رايح فين؟ هننكسف بقى ولا ايه؟ الو سامحيني معلش. نمت بدري. بس طمنيني مبسوطه؟ مناسب جدا على باوكة الله. عايزه تكلميه؟ يا بنت ما يصحش. يا بنت شوف البنت دي. يا بنت ما ينفعش واحنا لسه ما قلناش كلمتنا. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا عريس. ما
بتردش عليا ليه؟ انت عايزه ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتلبسيني؟ ممكن تبطل قله ادب وتنزلي دلوقتي حالا قدام الشركه؟ انزل فين؟ رينزي بليز ما تقولش حاجه لبابي. لا مش هنزل كده. طب براحتك. ممكن تديني بابي اكلمه عشان اخليه ينفخك؟ خلاص نازل نازل، ده انت لازقه. يعني هي كان لازم تقول لك هنفخك عشان تنزل لها؟ انا عديت لك الناحيه الثانيه اهو، انت فين؟ طب ممكن ترفع ايدك بس عشان اشوفك؟ ايوه حضرتك، هو ده اللي سرق الشنطه. هي اللي سرقت الشنطه؟ لا هو يا بيه. فين الشنطه؟ حالا مشوار سريع لده، انت مول اجيب لك واحده غيرك. والله ما خدت منها ولا مليمه سعاده البيه، بس انت كسبت شباب بني ادمين كتير قوي وحيوانات على فكره. ما اقول لكم ايه، انتوا الاثنين لك منهم مليون جنيه يا اما هموتكم الاثنين. طب ينفع نرجع نص مليون جنيه وتموتوها هي بس؟ واطي اثبت. انا عندي الحل يا باشا، انا هروح اجيب الشنطه حالا وانتوا خلوها عندكم راحت، ولو ما جيتش تاني بتاعتكم بقى تناموا عليها الاعتداء عادي حقكم. امسكوا امسكوا حضرتك امسكوا، عشان ده حرامي وهيسرق الشنطه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هروح نصايا واجي لك على طول. اقول لكم ايه، هتكلموا لك من الاثنين الشنطه لو ما جتش ساعه واحده على اللي هاجي هتكون قرف. شكرا. يا مامي انا خايفه قوي. جبتيهم منين دول؟ وانا نازله من البيت لقيتهم في وشي. وعارف وشكتك ازاي؟ اصل انا كتبت اسمي ورقمي وعنواني في الكارت بتاع التقييم وانا بقيم السيرفيس، فاكر؟ انت بتقيميهم ولا بتقدمي عندهم؟ لا عادي، انا قلت مثلا يمكن اكسب حاجه. اوعى تمد ايدك عليا، انا غبيه هبل، لازم ابلغ البوليس. بص انا خالي بيشتغل. ايوه 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 عارف السي في بتاع عيلتكم، كلم لهم معابير اللي شغال عند رجاء الجداوي، خليها تيجي تتنفق معانا. بعدين هنبلغ البوليس ويقول لهم ايه ده، احنا واخدين مليون جنيه والله اعلم بتوع مخدرات دول ولا غسيل اموال. طب ما سمعتيش حاجه وانت جايه في السكه؟ لا تقريبا سمعت في العربيه وانا جايه انهم بيتكلموا عن حد، تقريبا الناس دي ادتنا الشنطه بالغلط، بس مش فاكره اسم الراجل. اه خميس الحلواني وبيشتغل نجار. حلو قوي، برافو عليكي. لا بص هو تقريبا خميس النجار وبيشتغل حلواني. طبعا حلواني بيبيع حلويات غربيه في الشرقيه او حلويات شرقيه في الغربيه. لا ما جابوش سيره الشغلانه ايه بالظبط. يعني انت متاكده ان اسمه خميس؟ هو يا خميس يا جمعه، هو حاجه كده زي الويكند يعني، حاجه خميس جمعه. ما تعيطش يا رمزي هنلاقيهم. احنا ما نعرفش حتى اسمه ايه. لا المهم ان احنا لازم نرجع الفلوس دلوقتي، لان لو ما رجعناهاش هنشيل قبح. هاي عليا. هاي عليا. هاي احلى اخبار في العالم، مضيت عقد النهارده مع مولد اغذيه هيظبطنا اكل 10 سنين قدام، ومضينا عقد مع مهندس هيبني لنا اكستنشن لهوتيل الكلاب، وخلصت من كل ديوني. بجد هايل. طب كنت عايز اسالك بس بخصوص المبلغ بتاع امبارح. ايه؟ لا طمني خالص. الله يطمنك. ده كفى واللي فضل. بصوا عملنا ايه في الكلاب. احنا هناكل دار. معلش يا حاج، هو في مشكله صغيره. خير يا ابني؟ صاحبه الفلوس اسمها ايفون. طب وماله يا ابني؟ ايفون توادروس. ايه المشكله يعني؟ ايفون توادروس ارمانيوس يا حبيبي، ما فيهاش حاجه. بنيامين حنانيا يا ابني، احنا ما بنفرقش بين اللي هيدفع ما بين اللي هياخد، وبعدين في الاول وفي الاخر كلنا مخاليق ربنا. اصل بصراحه يعني حسبت حسناتي وسيئاتي كده ودخلتهم في بعض، لقيتني ممكن ادفع 50,000 جنيه وتبقى ربحانه معايا. اديك دفعت 500 وخدت 5 مليون حسنه يا مدام ايفون. هاي حاج، عارف بتشتغل ايه؟ بتشتغل استريبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت عارف يعني استريبر يا حاج؟ لا بس بدنا اتكلمت بالطريقه دي تبقى حاجة قبيحة. وأظن يعني ما لحقتش تصرف الفلوس، ده كله سواد الليل. والله يا ابني احنا صحينا صلينا الفجر وبدأنا على طول. بدأتوا ايه؟ شفت يا ابني؟ أدي احنا بدأنا المشروع أهو. طب مش هو اللي بيتبرع بحاجة ليه 10% من قيمتها؟ ليه يا ابني؟ هو أنت لاقيهم؟ مدام إيفون؟ انا مش فاهم يا ليلى، انت كده بتحرجينا مع الناس. تيجي للراجل وهو بيتمرن يا عم عادي. في ايه؟ بقى ابوك يديك مليون جنيه؟ ابقى قابليني يا اختي. وفيها ايه لما يديني فلوس؟ اول ما اطلب منه هيديني فلوس. ياه ابوك مقصط للبوفيه يا ليلى، مدوخ مدام سعاد وراه بقاله شهرين ما دفعش الجمعيه. خلاص نبلغ البوليس. الف مبروك.
لقينا العربية هزيت ال 28 بتاعتك، بس للأسف كان مسروق منها الكاسيت والطفاية. لا يا فندم مش بتاعتي، احنا جايين بخصوص الشنطة. الشنطة بتاع الهانم. ايوه يا فندم، احنا لقينا البوك في العتبة مسروق، بس الحمد لله لقينا فيه الكارت ابو 10 زي ما حطيتك حاطها. حضرتك بوك؟ انا ما عنديش بوك. طبعا اصلا انا بهزر، انا عارفكم كويس جدا طبعا، بس انا بحب افك الجو عشان انتوا عارفين ضغوط الشغل وكده. يعني المبالغ اللي انتوا صرفتوها في الخير دي حاشت عن مصر خطر كبير قوي. العصابه دي كانت من اكبر العصابات اللي بتهدد الامن القومي المصري، بس بفضلكم انتوا قدرنا نحد من نشاطها او ننهيه. مصر بتشكركم. يا فندم لا شكر على واجب، اي مواطن شريف كان هيعمل كده تجاه بلده. بالعكس، كان خد الشنطه وجري، ما كلهم نصابين. انا بحاول اهزر وافك يعني عشان انت عارف ضغط الشغل وكده. فكره، هو في خطر علينا؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ يا فندم انا اللي بتكلم، معلش صوتي تخين، ام سوري. خطر اطلاقا يا ليلى، انت ورمزي اديتوا خدمه كبيره للبلد علشان معلش يا مستر مراد، انا كنت فاكره هيكلك، بس ما كنتش اعرف ان في موسم التزاوج. انا كنت عارف. ايه؟ ما عرفتش اقاومه. احكي لي اللي حصل بالتفصيل. انا لقيته داخل عليا وهو مبرق، تخيلت انه هيشمشم، بس ما كنتش اعرف انه حاسم امره للدرجه دي. ازاي الكلام ده؟ دي لبقه، ده سبع. ايه بجد؟ ايه اللي جاب وين؟ سيبنا وقته هو يلازم. يا عم انت بتظهر كده في اي مكان ازاي؟ حضرتك انا ماليش دعوه بيهم، انا اللي كنت عامل شخصيه بطوط، والحقيقه كنت مالك الشخصيه قوي، حتى اسال الاولاد قطعوا ايديهم من السكسيات. اتزنقت زي اي بني ادم، عاوز اعمل بيبي، وده كان قرار خاطئ جدا بصراحه، لاني ده مش بني ادم، ده وحش. مبروك. الواد موجود هنا في الفيلا، شوف لنا طريقه عشان نسلكوا بيها ونهبق من هنا على طول. هو انا مش حكيلك مالكش دعوه بلوجه؟ انت هتجنني يا عم انت، ولا انت مجنون انت، ولا اجري ده لان مشغلك. يلا امشي. اه اه ليه؟ رمزي أرجوكي استوري نفسك. استورني أنت؟ أنت مين؟ حقيقة ضيعة؟ ضيعة؟ ليك إزاي؟ دور عليا في الشمس. الاقتراب من الشمس احتراق. الاحتراق في سبيل الحق خلود. بس خلود لسه صغيرة على الكلام ده. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسكساكة. فكك من اللي يشكك. صابي الحق، النور، الحكمة. الأمبولا أمبولا الأمبولا، ما تيجي بالحق الأمبولا أمبولا، ما تيجي بالحق أمبولا أمبولا. Yeah.
هيبطل الحركات القرعة بتاعته دي. بس المرة دي بعت بضاعة كيوت قوي. جابكم منين ده؟ من دمياط يا حبيبتي. هي دمياط فيها بضاعة حلوة كده؟ لا، وفي منه بقصة. طب دلوقتي ناس وعايزة تخطف ابني، انتوا لو مكاني اعمل فيكوا ايه؟ احنا كنا هنفك بيه زنقة ونرجعه على طول. ياسر تعالى معايا لما نشوف هنعمل ايه في الجماعة دول. بلدي قوي الشفطة دي. ايه دي؟ حاول حاول. رمزي فكني يا رمزي، عايز اعمل بيبي. هزقك واعملها في البول. بول؟ الحقوني، ده طلع بيقول بول. 40% وانا افكك. اوكي حبيبي يلا تعالى تعالى فكني. يلا. ايوه، وبعد كده ايه؟ انكل رمزي هيقعد شويه ايه في البول. يلا حبيبي. اوكي حبيبي يلا. لا يلا هنوجع حبيبي. يلا العب في البول بقى. ليلى ليلى تعالى العب شويه. ليلى يا ليلى، خسيتي قوي يا لولا والله، الدايت باين. رمزي مش عارفه اروح منين، تعالى وديني. طب فكيني بسرعه. فكيني. اوه ماي جاد، بلدي قوي فكيني، متضايقه قوي. فكيني بلدي بول وفكيني. كنت هتسيبيني؟ يلا خلاص خلاص يلا. طيب بسرعة طيب. يلا يلا حبيبي. مساء الخير يا فندم. اطلع يا اسطى الله يكرمك. حضرتك تحب اشغل الراديو؟ يا عم اطلع ودوقته. طيب احب ابلغ حضرتك ان التوك توك لقت واي فاي من ورا. ايه ده بجد؟ الباسورد كام بقى يا معلم؟ يلا يا عم اطلع انجز. ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ حاضر من عناية. مفيش حد هنا ولا ايه؟ خير؟ ايه ده؟ هو الراجل ده ملبوس ولا ايه؟ انت ايه يا عم انت بتخلص؟ اسمع انا مش هديك حاجه تاني، قول لي امام بين النوجه جت. انا ما اعرفش بتتكلم على ايه؟ وامام بين ما اعرفش يعني ايه نوجه اساسا. يعني انتوا مش عايزين الواد؟ واد ايه؟ انت شايفه ملجا؟ يلا روح. عارف لو ما كانش الباب ده بينا كان زماني فرتكت دلوقتي. اهو لا والنبي. يلا امشي من هنا. حاضر. امشي من هنا. حاضر. روح. يا خساره، كان نفسي يفتح لك الباب كان هيظبطك ظبطه. اخلصي بقى. وبعدين في ولاد المجنونه دول، وبعدين انا صعبان عليا الواد الانتهازي ده. ما خلاص قال لك انه مش عايز الطفل. يلا روحه وروحني وخلينا نخلص. اروحك ده ايه واعمل ايه في عفريت العلبه ده؟ ده انا اروح بيتكم الاقيه واقف هناك خلاص زمان وصل. اسمعي احنا لازم نشوف مكان نستخبى فيه عما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. يلا حبيبي. خطف مره واحده عصابات بقى وخطف وبتاع. يا راجل ده منظر واحد يخطف والله. مدام خلود مصممه ان انت ورا كل ده. خلود قلت لي بقى، خلود دي دماغها فاضيه وبتدور على اي اكشن في الحياه. بيت قدامك فتش فيه زي ما انت عايز. انت هتطلع لنا؟ شكرا. انت بتاخد تفاحه؟ حلو قوي انك جبتنا عند صاحبك ده، شامم ريحه تراب الحاره المصريه. ده انا سف. هتموتني ريحه يا ريت اموت. هنشفي هنشفي بقى لنتاكل هنا. انت اتخنقت. هنشفي. هلو يا حاج. هو ليه مش بيرد؟ متوفي. غريب قوي. حاسب المخلص ده حاسب. كان بيقول يا جامد، كان بيقول يا جامد. ما قالش، بيتهيألي. طب اضربه. ما قالش حاجة. مش هتقول لنا يا ابني مين الناس اللي عايز تخطفك دي؟ تدفع كام ولا ولا؟ لما ندخل جوه ليفل. ازيك يا رمز؟ ايه ده؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. رمزي شفت فانيله صاحبك؟ الحمد يا رب. تفه ما جاتش فيا على فكره. معلش ما لحقتش اوضب الشقه، انت لخفنتني خالص كده ما بقتش فاهم اي حاجه. توضب ايه يا ابني؟ الشقه دي عايزه تترمي اساسا. ايه ده؟ هو انت طارق ابن ابو طارق بتاع الكشري؟ منورين يا جماعه والله منورين. بس انت ما يبانش عليك في الشركه انك بيئه قوي كده، واضح انكم شبعان من بعد جوعه. لسه جعانين والله يا رمزي ما شبعناش. طب بقول لك ايه، انا عايز اسيب عندك الولد وتحطه في عينيك ها لغايه بقى لما نسلمه لهم ونبلغ عنهم ونخلص منهم. في عينيا طبعا، بس هو فين الولد؟ واحنا مش دخلنا هنا ومعانا واد؟ قلت لك حرص، احنا في منطقه خطره، واد ابن ناس بالشكل ده مش هيتساب، هيتشفط. الله يخرب بيتك كده هيموتوني. الواد راح فين؟ ما تخافش انا هسيطر. قلت لك يا ليلى تخلي بالك من... هي راحت فين هي كمان؟ افضل اقول لك حرص بقى كده لحد امتى؟ اقفل بقى الباب لحسن ما لاقكش انت كمان. نوجا 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 كوم باك. نوجا نوجا كوم باك. ها
خدوا الواد؟ خطفوه مني الكلاب. منهم لله البعد. ابنك يا بنتي؟ لا يا حاجة خطفاه. ربنا يطمنك عليه. ثانك يو. هات الولد وتعالى يا رمزي. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه يا زفت انت؟ انت مش قلت مش عايز الواد؟ انت عايز تجننا يا عم انت ولا ايه؟ مش عايز كلام كتير. نوجا يكون عندي حالا. بقول لك ايه؟ تتصرف تتشقلب. الواد لازم يرجع يا مهاب. انا غلطان ان انا اعتمدت عليك في حاجه زي دي. اهدى يا رمزي. انا هنا في المنطقه عارف العيال اللبط بتودي الحاجات المسروقه فين. الواد عند براني. براني ده اخطر رجاله المستويه. حرامي وقتل قتله. الخناق معاه ما ينفعش. بس نقطه ضعفه الوحيده انه شمال وليه في المشي البطال. شمال ومشي بطال. ايه بتبص لي كده ليه؟ بيقول لك عينه زايغه. سو تضحي. نعم. شوق ولا تدوق لغايه ما نسلك الواد. مبدئيا كده شوق ولا تدوق دي بلدي قوي زيك. ثانيا كنت متاكده انك واطي بس مش للدرجه دي. يا بنتي ده كده وكده. وبعدين ما تخافيش انا هفضل جنبك مش هسيبك. ولا عايزه الواد يضيع واحنا نضيع. تسيبني حبة وتصالحني حبة كل شوية تعمل كده من الحبة قبار. بتخاصمني حبة وتصالحني حبة كل شوية تعمل كده من الحبة قبار. تخاصمني تصالحني تخاصمني تصالحني. قبة استنجلينا يا رب استرها علينا. قبة استنجلينا الفول يا معلم. سيد أوراني الشهير بسيد مشت. مشت يبقى أكيد عشان بتسرع. ليلى ميك اب الشهية بمدينة. أهلا. أنا جاي لك يا معلم من مستوية. يعني قلت لو ليك مزاج في صحرايا كده معايا شغل أكسرة. أنت كده جيت في الوقت المناسب. ده مؤاخذة يا إخوانا الليلة دي بالنسبة لي خلاص باي. تفضلوا تفضلوا. ايه يا كان وين الحلاوة دي؟ يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضل يا استاذ مشت. يا عسل عسل والله يا عسل. فضلنا المطرح. ولا يا مشت هو ايه اللي هيحصل؟ طب يا معلم. طب مش لما نتفق الاول يا معلم قبل ما امشي؟ تمشي ده ايه؟ هي اللي هتمشي. طب وهي تمشي ازاي؟ مشيها وهرضيها. خير. انت اللي عليك العين بتدور. انت مش حران وانت كده؟ ايه ده يا رمزي؟ الراجل طلع رينبو. حبيته قوي ده لذيذ. شمال يا ابن الكلب يا مهاب. شمال قصده على كده. يلا بينا نجري. لا نجري ايه؟ انا هروح اشوف الطفل وانت شوق ولا تدوق لحد ما نسلك الواد. انا لا هشوق ولا هدوق. ما تخافش انا مش هسيبك. انا جنبك. ولا عايز الواد يضيع واحنا كمان نضيع؟ ان شاء الله يولع في 60 دقيقه. هو في ايه؟ يلا يا رمزي الكره في ملعبك. باي براني. مفيش كره هتدخل ملعبي ابدا. ملعبي هيفضل نضيف طول العمر. انا بقول لك اهو. انت مالك متوتر كده ليه؟ انت فاكر ان انا وانت بس اللي كده؟ لا ده احنا كتير قوي. ما انا عارف. طب انت عارف بقى ايه اللي بجد حرام ودي ما فيهاش جدال؟ ايه؟ كريم شانتي. دي كده 80% وتطلعيني من هنا؟ يخرب بيتك طفل. رمزي لقيتيه؟ ايوه لقيته. ولقيت ده كمان. هنتنفخ فين يا باشا؟ اتفضل. ما تقومي يلا تشوف لنا اي حاجه نفك بيها نفسنا. يا عم عقبال بلاش دوشه. انا مش فاهمه انت ازاي بتبقى فرحان قوي كده وانت مخطوف.
ببقى فرحان وانا مع التل زيكم بيحبوا بعض مش زي بابي ومامي. ايه ده كيوت قوي. انا ماما مخلياني معاها عشان تغيظ بابي بس، وبابا كل يوم عايز يخطفني عشان يغيظ ماما، وما بروح له بيلعب مع البنات صحابه وبيسيبني. بابا مين ده يا حبيبي اللي عايز يخطفه؟ بابا امان اللي بعتكم تخطفوني. ايه هو امان يبقى ابوك؟ وانت كل ده ما فهمتوش. ثانيه واحده، هو باباك عايز يخطفك عشان يغيظ مامتك؟ اه. ايه التفاهه دي؟ خد يالا تعال هنا، خد يالا تعال هنا. بس يا ريبزي بالراحه، ده طفل ملوش ذنب. بالراحه؟ تلات ايام وانا بتمرمط عشان واحد ومراته مجانين؟ عادي. الطفل ناجي، امان ناجي. افراج. بقى انت تضربني انا ملحوقه؟ ده تليفوني. قول له اللي هقول لك عليه. امان باشا؟ ليه الغلط بس يا باشا؟ ده احنا مخطوفين. قول له عاوز مليون جنيه وابعت لك الولد. براني بيقول لك ابعت المليون جنيه وهيرجع لك الولد. وبعدين؟ براني قول له هبعت لك العنوان. هبعت لك العنوان. قول له ما تتاخرش. ما تتاخرش. قول له في حفظ الله. يا عم من بيت عيلتك. الو مدام خلود، كله تمام زي ما اتفقنا. ابو الواد زمانه جاي. سلام. وانتوا يا رجاله، الست جاية تستلم وتسلم، وبعدها الفرار التام أو البرد الزكام، وانتوا بقى هتشرفونا هنا لحد ما تشيلوا التقيلة. وانت يا حبيبي تعالى مدامنا. أنا نووي أشيل أي حاجة تقيلة على فكرة. لا، التقيلة دي كناية عن اللي هيحصل فينا دلوقتي من هوجن وجون سينا دول. انت ايه حكايتك بقى؟ كل ما اشوفك الاقيك متكتف ومتمرمط كده. امال يعني عامل لي جيم وعضلات وسكس باك؟ لا انا سكس بس، مفيش باك. طب تحبوا اسيبكوا شويه تشوفوا ايه؟ يا خسارتك في المرمطه دي. بس اعمل ايه بقى في امان ولعب العيال بتاعه؟ طب دي مشاكل عائليه حضرتك، احنا مالنا؟ مالكم ان انتوا اتصورتوا وانتوا داخلين جوه الفيلا؟ بس كويس قوي ان انتوا هنا عشان لما امان يجي تلبسوها كلكم وارتاح منكم. ياسر انا هطلع اطمن على نوجا، وانت فكهم بدل ما البوليس يجي يلاقيهم مربوطين. اوعى يهربوا منك زي المره اللي فاتت. اه يا هاني عيطوا الا ها اتقولنا كلام من النسوه والنسوه. قومي. ايه ده انت بتدوس على عبايتي؟ راجي جنبك يا ست، انا داخل اجيب عيش. لا انت اللي من ساعه ما ركبنا الميكروباص وانت بتتحرش بيا يا مجرم. انت عايزه اللي يربيكي؟ بتضرب مين ده وانتوا رايحين كنا احنا راجعين؟ مفيش عنبوكة هنا نعلقها عليها؟ على فكره مفيش حاجه اسمها عنبوكة اصلا. حرام حرام حرام، ده انا هنفخك على المرمطه اللي وريتها لنا دي. انت يالا انت معاه ولا معاها؟ انا معاك والله. ثانية واحدة بس، أنا عايزة أفهم حاجة، هو إزاي حضرتك بتطلع لنا في كل حتة في نفس الوقت زي الفنان بيومي فؤاد؟ الوقت فين؟ أحي أخويا يا ولد الكلب. إيه ده؟ هو الراجل ده في منه كذا واحد؟ أنت كويس يا ياسر؟ أنا الحمد لله كويس يا ياسر؟ أنا كويس الحمد لله. هتنصت لياسر يا أخونا. يلا بينا رمزي، انا صعبان عليا الطفل وعايزه ارجع له. ابوه وامه هناك والبوليس وصل. ابوه وامه ايه ده؟ امه طالبه البوليس لابوه يتمسك متلبس وهو بيخطف ابنه. دول مجانين، لازم اروح افهم البوليس على الهبل ده. ما هيتحرقوا كلهم في دماغ بعض، وانا ضايع نفسي عشان عيل صغير. لو رحت هناك هيتقبض عليكي، دي فرصتنا الوحيده عشان نخلع. ما كنتش عارف ان انت نادر وجبان كده. امشي. طب خليكي بقى هنا يا ام الرجوله، بس اهم حاجه ما تجيبيش سيرتك. حلوت انزل يا حبيبي، اهو امسك كويس واحنا نطلع نجيبك. اللي هيطلع عامي نفسه. لا لا لا، زي ما انت اطمئن وما تخافش. حضرتك هو مش خايف، احنا اللي مرعوبين. انزل يا نوجا، انزل يا حبيبي، وهنتكلم في اي موضوع مضايقك. انا مش عايز اتكلم معاكوا اصلا، ولا عايز اعيش معاكوا، واللي هيقرب لي هنط. شفتي وصلتينا لايه؟ انا اللي وصلتك لايه؟ مش دي عمايلك كل شويه تبعت له اشكال غريبه عشان تخطفه جننت الولد؟ انت لو كنت بتسيبيني اشوفه ما كنتش بعت حد يخطفه. انت راجل غير مسؤول. يو انتوا في ايه ولا في ايه؟ ابنكم بينتحر. نوجا نوجا بليز انزل، مش انت كنت بتقول ان انا اجدع من امك؟ بليز انزل عشان خاطري. انا هنط، انا مش عايز اعيش مع الاثنين دول.
طب خلاص خلاص هتعيش معايا انا. انا عايزه اعيش معاك انت ورمزي، ولو هتتجوزوا هانز. اوكي يا حبيبي هنتجوز حالا، بس بليز انزل. كلام رجاله؟ كلام رجاله قوي. معلش انا بعتذر لحضرتك، لسه متطلعين جديد وانت عارف الستات مخها صغير شويه. ايوه بس ده بلغ كاذب. يعني حضرتك معلش عديها وانا تحت امرك يعني. نعم بتقول ايه؟ قصدي تحت امر حضرتك نعملها محضر، بس ليه؟ ما انا الحساب ما بيننا في البيت. نحمد ربنا ورد بخير. الحمد لله. سلام عليكم. الحمد لله، مع السلامه. شكرا. يلا يا نوجه يا حبيبي نروح على البيت. لا انا عايز اقعد مع ليلى ورمزي. لا يا حبيبي مش هينفع، لازم تروح مع مامتك وباباك، وخلاص مامتك مش هتتخانق مع باباك تاني، واحنا هنبقى نجي لك البيت نسلم عليك. يلا. عندي احساس ان ديل الكلب عمره ما هيتعدل. يتعدل عشانك انت يا قطه. رمزي انا عايزه ابكي. وانا عايزه اعيط. ايه ده صوتك بقى زيي قوي وشنبك عامل زي البيبور. يلا بينا نمشي. يلا. واي 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 واي. طيب تعرفك ولا تعرفيني؟ لا اكلمك ولا تكلميني، بس شكلها المره دي بجد يا رمزي. على فكره هتوحشني رمزي دي قوي. هو النهارده يوم ايه؟ السبت. الويكند خلص بسرعه. انت عارفه الواحد زعلان يعني عشان هيروح الشغل بكره وكده. مش عايزه حاجه. طيب انا همشي. باي. باي. والله لا انا مفكر اغير شغلانه البلوك دي خالص، بقالي كتير قوي شغال فيها من اول ما اتخرجت من الكليه سنين. انا عايز افتح لي بيزنس كده صغير بس ابقى انا المدير بتاعه. انت ايه مش هتطلبي اكل ولا ايه؟ لا ماليش نفس. قلت لي على هنا في ايه؟ ومامشي. انت تعرفوني؟ مش انا قول امشي ومامشي معلق من عينيه. طب عايزين ايه قولوا لي. طاضي. حاضر حاضر. قوم قول لي. حاضر في ايه؟ انا عشان انا عاش ولا ايه؟ قول لي قول لي قول لي بس قول لي في ايه؟ اي خدمه يا عم؟ وانت ما تصغيروش. ها ولا وانا صغير؟ انت ايه اللي جايبك؟ انت مش قلت لي لا اكلمك ولا تكلميني؟ اولا انا ما قلتلكيش لا اكلمك ولا تكلميني، انا قلتها عادي يعني لا اكلمك ولا تكلميني. ثانيا بقى انا اكتشفت ان مش هلاقي واحده تقول لي رمزي، ولا واحده تتسحل معايا السحله دي، ولا هقابل واحده فتايه بالشكل ده. وبعدين ما هو بياكل لحمه. على فكره انا لسه شتمال ولد ده. طب بصي بقى عشان نتفق من اولها، انا باكل لحمه ها وبحب الفسيخ كمان. بتحب الفسيخ؟ لا لا فسيخ لا. هتاكلي فسيخ يا ليلى؟ نو واي. فسيخ. فسيخ وبصل. مش لدرجه فسيخ وبصل يا رمزي. لا 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 بقول لك ايه، ويركز في مستقبله ويتوب من النهارده او من بكره.
مكياج كتير قوي بالنهار، صعب عليا والله جدا. تعبوا قدام المرايه وتقفوا بالاربع والخمس ساعات، وفي الاخر احنا بنبص في اماكن تانية خالص. الساعه كام؟ اكرم ابن مدام بوسي يشرفني في اي وقت، تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. حضرتك انا كنت مقدم على كارد من سنتين. في ايه يا ابني؟ ايه وانا لحقت اقول كلمه؟ ادخل. محيي بيه استاذ اكرم ابن مدام بوسي بقى. خليه يتفضل بسرعه. عارف اللي جاي ده بقى؟ بقدم على قرض عشان المشروعات الصغيره. مساء الخير يا استاذ محيي. اهلا اهلا. مساء النور. عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. اتفضل يا غالي ابني الغاليه وامرني. والله انا اكتشفت حاجه معينه كده، وهي ان احنا بنجيب البطاريه لما تخلص نعاد عادها فتشتغل عادي جدا. يا راجل برافو. ايه ده؟ الورق معاك؟ اه معايا. اتفضل يا فندم. العضلة تشتغل تاني، وفي صور كمان مرفق بصور للعضلة. اه يعني انت بصور العضلة. مبروك. سلم لي على مدام بوسي. شكرا يا استاذ محي. مبروك عليك. شكرا. سلام. شكرا. انا اتشرفت. شكرا. مع السلامة. شكرا. جري يا ابني، هو انا ما وريش غيرك النهارده؟ معلش استحملني شويه. طب اتفضل اتكلم، خلصي قول. دلوقتي بدل ما اطفالنا متعلقين بالمكعبات الاجنبيه، انا بفكر يبقى لينا مصنع ونعمل مكعبات مصريه فيها شكل البلد، اخلي الاطفال تتعلق بمناظر البلد. يعني ده مثلا شارع المعز، ممكن اعمل الهرم والاثار وكده. المشروع ممكن ينتشر في كل البلاد العربيه بحيث ان كل طفل يتعلق بحضاره بلده. لو يتعلق الطفل فين؟ ما اقولش عليهم فين. انت جاي تهزر؟ يعني مشروع المكعبات والمجهود ده كله مش عاجبك، والعضعضه ده اللي عاجبك؟ مش فاهمك، ده مشروع مبتكر، هو بس ناقصه قرصه صغيره وهتشوف المشروع بتاعه. ما هو التقريص ده بقى هو اللي جايبنا ورا. سيداتي آنساتي سادتي، أحمد شوبير يحييكم من استاد القاهرة الدولي، ومباراة في الأسبوع رقم 23 في الدوري الممتاز، مباراة تجمع ما بين الزمالك والمقاصة. لجنة الحكام النهاردة اختارت الحكم الصاعد حمادة عين العقل لإدارة هذا اللقاء. مباراة في غاية الأهمية لأن الزمالك بيحاول يلحق بقطار المنافسة مع النادي الأهلي غريمه التقليدي. بهزر معاكم، فك اليوم كده، مش عايزين توتر خالص من النهاردة يا جماعة، كأننا جايين عيد ميلاد. انا مسكني صفاره، مفيش اهيف من كده. خلاص يلا، انت خد الارض وانت خد الكوره، ويوم هيمشي فل. ايه اللي جاب الحكم ده هنا؟ ده مفيش ماتش بيحكمه غير لما يبوظه. مجلش حاجه. شكرا الله سعيد. اتمنى ان شاء الله مباراه طيبه لكلا الفريقين. انا ما شفتهاش للامان، انا ما شفتهاش. فانتوا تراضوا بينكم وبين بعض، اوصلوا القرار وبلغوني يا صفر. ده يا كابتن انذار يا كابتن. انذار يا كابتن. عمره ما كان عنده شخصيه. بص انا اديكوا ضهري، ما شفتش حاجه، كملوا لعب يلا. الحقيقه كده بوضوح الحكم ده ضعيف الشخصيه جدا، متوتر مهزوز، واعتقد انه خطا كبير جدا من لجنه الحكام ان يدوا لحماده عين العقل هذا اللقاء، لقاء كبير بين الزمالك. العظيم ظلم، حكم غريب جدا. حماده عين يا كابتن. وادي كوره واضحه جدا، ضرب من غير كوره، وفعلا برافو على الحكم حماده عين العقل، رايح بيطلع الكارت الاحمر. ضربه جدا، بيبص على المدرجات. ايه ده؟ ده رجع في كلامه في الكارت الاحمر. ها خلاص شاف انها تحتاج كارت اصفر، بيطلع كارت. ده لغى كمان الكارت الاصفر، ده كمان بيعمل اسقاط. اسقاط بما يرضي الله. يلا العب 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 يلا احسن. ايه ده يا كابتن؟ حرام والله. بقول لك ايه لو سمحت، هو مين ومين؟ مين ومين؟ اتفرج يا عم اتفرج. تعد تعد يا جماعه، ما انتوا بني ادمين. لا 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 لا، لجنه حكام ده احنا هنقيل لجنه الحكام عشان خاطر الحكم ده. يا جماعه مختل عقليا، ما عندوش فكره من الاخر. بالله عليكم لو حد فيكم شاف
شافه في الشارع. لو سمحتوا يعني هعمل فيه ايه؟ اظن هيقلع اللي في رجله وبلاش اكمل. هو فين شوبير ده بقى؟ شويه ده احنا بنحبك يا جارع. انت مين يالا؟ ايه يا كابتن ما فيهاش حاجه يا كابتن. يالا انت ده الحكم وصل ده الباشا واخد كوبايه شاي يا جماعه بقى يشرب شاي في المايه. طب يشرب شاي. نسمع بعض انا اسف كنت بجيب شاي انا مصدع جدا فانا اسف ما شفتش الكوره. بالراحه بقى. والله العظيم الواد حماده ده واد زي الفل بس هو محتاج قرصه صغيره بس كده ولا احنا عشان غلابه يعني. اللي زي حماده ده لازم يتحاكم ويتسجن. ضرب الجزاء يا كابتن. ضرب الجزاء على الزمالك يا كابتن. والله على الكوره يا كابتن. انا هوريك بقى مين اللي هيتسجن. ما ينفعش ترجع فيها. انا شفتها يا كابتن. انا ما شفتهاش. طب وضمير؟ طب والمستشار؟ هنروح في داهيه يا كابتن. انا شفتها. سيب يا ابني الحشيش ده بتاع الكابتن شوبير. انت الحشيش ايه؟ اطلع تودينا بده احنا على الهوا. امشي امشي على الهوا. وانا هسيبك. واتشاطط وبيصد الحارس. يا سلام يا سلام. الله 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 الله. تهبط من الحكم وتدخل جول. مهزله تحكيميه. مهزله تحكيميه. بصوا بقى جمهور الزمالك من الاخر. والله الحكم ده ساكن في اول شارع فيصل. ايه ده انت هتقول عنوانه كمان؟ هتقول عنوانه ليه؟ ليه؟ انت انا المايك يا رد عهده. الله يخرب بيتك. كده متنكر يعني الناس دي مش هتعرفك؟ لا وانا اهبل يا ابني. هي دي اول مره اعمل حسابي طبعا. اهو معلش يا وليد انا هتقل عليكم اليومين دول حاجه تتوع عندكم كده لان انت عارف الجمهور ده زي كل مره هيطلع يستنانا عند شقه فيصل. ده بيتك يا ابني ولا يهمك. على ابو شكلك. على ابو اليوم اللي اتولدنا فيه مع بعض. خميس ايه وزفت ايه؟ مزواج قوي يالا انت. وليد انا حاسس ان انا مستقبلي على المحك وقربت انتهي. مستقبلنا هينتهي حالا لو ما اتحركناش دلوقتي. دور واطلع. يا لهوي. يلا يلا انزل زق. انا متنكر مش هينفع انزل. بسرعه. ماشي يا عم هوجن نازل. بقول لك ايه والنبي ممكن زقك؟ ما احنا لو اتنين بوزز كنتوا ساعدتونا على طول. صعبان عليا نفسي قوي. امال انا اقول ايه؟ اقسم بالله انا ما مصدق. معقول البقسماط يوصل للسعر ده؟ بقسماط؟ ما غليش؟ انت يا ابني كبير يا ابني. يخرب بيتك. بقول لك ماليش نفس اعيش، ماليش نفس اكل، ماليش نفس اعمل اي حاجه اصلا. انت بتاكل اهو. بقول لك ايه؟ تفتكر امك شافت الماتش؟ مصر كلها شافت الماتش. ده انا استنى عندك انت وهو. انتوا هتفضلوا تافهين وعيال صغيره كده لحد امتى؟ انا تعبت منكم، زهقت، قرفت. وانت ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا اصل اتحاد الكوره كان جايب حكم مكسيكي واعتذر في اخر لحظه فانا انقذت الموقف. اتحاد الكوره وقفك وانت جاي تترمي هنا وتستخبى. انا ليا مين غيرك يا اختي يا حبيبتي يا توأم روحي. يلا تعالوا ساعدوني. ده ايه ده فوزير دي ولا ايه؟ لا ده مسلسل اطفال تبع صوت القاهره. حسب اوعى حد يدوس على ديل. عارفين حافظين. حاسب على ديل امك يا وليد. يلا يا ولاد بقى خلصوني وشيلوا البتاع ده. عايز ادخل الحمام بقالي ساعتين. ساعتين؟ طب حاسبي بقى ها؟ نيل لقيت شغل ولا لا؟ إيه ما انا قدمت على قرض واترفض. قرض المكعبات يا ابن الهبله. أسوأ حاجة أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. أنتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ وليد! اتكلم مع أمك بقى أدب يا ولد! الله الله! لما بتتكلم معاها كده وخالك موجود امال في غياب بتعمل ايه؟ خد يا تعالى. ايه عايز ايه؟ تعالى بس ما كنت والله العظيم ثلاثه هيتقبض علينا باللي احنا لابسينه. اقعد ساكت. ايه
محتاج اقول لك ان احنا عشان حضرتك الاختلاف استخدام الطعام. يا ابني حد الغفله يا خوانا وليد وحمادة أفشل اتنين شفتهم في حياتي ظباط. هيثم راضي يخرب بيتك زي ما انت يالا، بس انا برضو عرفتك رغم اللي انت لابسه ده. ايه يا عم انت شايفني منطق؟ ايه ده يعني انت مش متنكر كده؟ طارق زيك ايه؟ معقوله هو ده وليد جمال؟ انا مش مصدقه اللي انا شايفاه ده. هاي هاي اهلا، احنا نعرف بعض؟ يعني انا ريم. ريم سوري يا ريم مش فاكرك خالص والله. ريم ازيك يا ريم؟ عامله ايه ريم المدرسه ازيك يا ريم اخبارك ايه؟ بس ما شاء الله انت يعني طول عمرك حلوه طبعا، بس يعني حلاوتي زياده. ميرسي. ازيك يا حماده؟ ازيك يا ريم عامله ايه؟ هاي حماده ايه ده بتعمل لا انشنتي. هو انا مبسوطه ان انا شفتك، بس انشنتي دي ممكن نشتغل عليها شويه؟ لا الفتره اللي جايه نشتغل عليها طبعا. جدا شويه. بس انا مستغرب جدا انتوا ليه لابسين عادي النهارده؟ عادي يعني اكيد مش هنروح نشوف صحابنا لابسين فستان سواريه لا يعني خروجه كاجوال وديش بارتي فاكيد هنلبس كده. ديش ايه؟ ديش بارتي؟ يعني حفله تنكريه؟ امال ديش بارتي يعني ايه؟ ديش بارتي يعني كل واحد بيجيب اكله معايا. ديش يعني حفله وبارتي يعني تنكريه. انت ورطتنا كده على فكره. اسالها بس يا لهبل. طب اسالها يا ابني. اخرس يا ابني قلتم على وشي قدام الناس بقى. ازيك يا ريم؟ انا مخضوضة بصراحة قوي، يعني ما تخيلتش ان انتوا هتتخرجوا وتبقوا ظباط. لا مش اي ظباط، انا لسه شايفهم ماسكين اتنين حرامية قدامي عاشة رجالة يعني ايه موضوع ظباط ده؟ احنا لازم نصحح المفاهيم. لا ظباط. عن اذنكم ثانية حبيبي يا هيثم، وانت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي كله تمام. الحمد لله. وانت اخبار خطيبتك ايه بتاعت زمان؟ لا ما خلاص. احسن يا عم، ده خطيبتك دي كل الجامعة يعني عدت عليها. انا اقصد خلاص اتجوزتها. ولا وليد رايح فين؟ لا 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 ما تسيبنيش وليد. وليد لا 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 انا سامع ان لينا بتعيط. بتعيطي ليه؟ لا ولا حاجه، موضوع شخصي مش حاجة. يا بنتي ولا حاجة، قولي له ده وليد اخوكي يعني. موضوع شخصي عليا انا، ده انا وليد يعني اخوكي بالظبط. ولا حاجة، هو الموضوع بس ان انا اتطلقت من سنتين، بجد الوحدة بقت صعبة قوي، بقيت خايفة اختار غلط او اضعف مع راجل غريب. وغريب ليه؟ امال اخوكي بيعمل ايه؟ حكي بقى كده. خلاص انا هسيبكم واروح اصلح الميك اب بتاعي. مفيش اجمل من ايام المدرسة. عارف يا وليد بصراحة انا كنت زمان بتجنبك شويه، عشان كنت حاسه ان انت واد صايع كده وفاشل، وعارف الناس اللي بيقعدوا 10 سنين في الجامعه من غير ما يتخرجوا. وبعدين لما شفت صورك على الفيسبوك يعني حسيت ان انت لسه فاشل. طب ما هو فاشل فعلا يا ابني. ناجح؟ ناجح. ناجح وفعلا ناجح. على فكره انا مش زعلان منك خالص، لان في السن ده الشباب بيبقوا مراهقين شويه، انما دلوقتي معاكي النقيب وليد جمال. اهلا اهلا بيك. ايديكي
بشوات مصر منورين المكان والله. حبيبي ده هدية وكمبليمو من المكان. ألف ألف شكرا. أنا بحب طعم الكمبليمو جدا. شكرا يا فندم. اتفضلي. ميرسي. أستأذن حضراتكم بس يعني لو تدوني كارت لحسن وأنا راجع بالليل الكمين بيعفقني والله. والله وإحنا هنديك إن شاء الله الكارت بتاعنا. قول لهم حماده لو في حاجه قول لهم حماده. سلام على التواضع يا فندم. والله انت سيب بس الكارت بتاعي اسمعني على البوكس بس. على فكره كيلاني جاي. كيلاني؟ أيوة. لا بتهزري يا ابن اللعيبه. كيلاني جاي زينا. الواد ده وحشني جدا. ما شفتوش من ايام المدرسه. ازاي انا تخيلت ان انتوا اكيد شفتوا بعض. ما هو معاون مباحث المعادن. ايه ده كيلاني طالع معاهم مباحث المعادن؟ انا اسف جدا والله. انت حر. انت تعمل اللي انت عايزه. طب انا اقدر اشوفك ازاي؟ بتخرجي تروحي فين؟ رقمك. هبعت لك نمرتي على الفيسبوك. وانا كل يوم من 6 ل 9 في مسرح العرايس. بتعملي ايه في مسرح العرايس؟ اما تيجي بقى تبقى تشوف بنفسك. عامه يعني انا سعيد جدا ان انا شفتك. وانا كمان. ورجعنا اتكلمنا تاني واحنا لازم نمشي على احسن الكلام يقفشنا. لا يعني نمشي عشان ما نعطلكيش بقى ونسيبك لاصحابك. يلا مع السلامه. باي باي. باي باي. سلام. باي باي. يلا بقى. يلا بقى. بقول لك ايه يا سياده الرائد؟ انا قسما بالله ما قالع البدله دي تاني طول حياتي. انت مجنون يا ابني؟ عبيط. دي جريمه. امتحان شخصيه. ولا واكل معايا الهري ده كله. انت يا ابني ما شفتش نظره الاحترام في عيون الناس لينا اول ما دخلنا؟ ولا انت خلاص حبيت التهزيق يا حكم يا مهزة؟ وليد! انا مش مهزة يا وليد. انت فاهم؟ وبكره لما الحقيقه تنجلي والحقوق ترجع لاصحابها هتشوف الغزال وهو راشق في ارض النجيله وبيرمح زي الرهوان. ما تشككش في نزاهتي يا وليد. لا يا ابني يا غبي الموضوع مش فيك انت. الناس اصلا بتشكك في نزاهه حكم البلاي ستيشن. هيصدقوك انت يا معفن. اطلع. عطلت. هنعمل ايه بقى في الموقف الزفت اللي حطيتنا فيه عربيتك ده؟ انا شاددها ومخرجها من الفرن عروسه لولا سواقتك المتهورة وتعاملك الزبالة معاها. اتفضل انزل زق. اتفضل ازق ازاي بواجهتي دي؟ بواجهتك وهتزق. انزل. حاضر حاضر. انت في القرف شباب. بعد اذنكم ممكن زقة؟ ارمي 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 ارمي. شايف الاهتمام يا حيوان؟ سادة لله انا عمره ما حد احترمني بالشكل ده. ارمي ارمي يا ارمي. يا نجوى تعالي شوفي لي بدلتين الضابط بتوع الاستاذ كمال ابو ريا راحوا فين؟ دوري لي عليهم. فين؟ سمعت لنا سمعته. هلا بالخميس. سمعت لنا خميس ايه وزبت ايه؟ سمعت لنا سمعته. لا ايه؟ البدل دي بتاع كمال ابو ريا. ما هو انا سمي وموت الغباوه. هو انت ضايع يا ابني بالدرجه دي؟ ايه؟ كمال ابو ريا ممثل مش ضابط. ضابط؟ يا رب. يا ماما. هاي نجاس. اي بنت في الدنيا يا ابني بتبقى عطشانه لحاجتين، ايه هما؟ ايه؟ الرومانسيه وخفه الدم. وحط تحت خفه الدم دي 30 خط. خفه الدم؟ قابل. يا ابن اللذينه. ازيك يا ريم؟ ازيك؟ عامله ايه؟ تمام كويس الحمد لله. معلش اتاخرت عليك شويه، كنت بقبض على عصابه كبيره جدا بتحاول تسرق البنك المركزي. الله الله. فعلا ايه الاوفر ده يا ابني؟ ازيك يا حماد؟ لا مش معنى ان انت واخده على ابن اختي انك تاخدي عليا. اسمها خاله حماده. سيريسلي؟ وما انت بتعرفي تنطقيها اهو. لازم ازعق؟ على فكره ينفع تلزقيه على قفاه عادي جدا. انا افتكرت ان هو هيز يور كازن. كازن الساهر. ايه ده ما ضحكتش؟ مع انها تضحك جدا. ايه عالي قوي كوزن الساهر. اموت. يلا. لا بصي بقى انت هتزهلي بس دلوقتي. انا مبسوطه قوي ان احنا هنا. واحنا جدا والله. انتوا مش هتلبسوا فيست ولا ايه؟ فيست؟ فيست ايه؟ في فيست لازم نلبسه؟ على فكره البت دي بتحبك. فيست يعني كلسون. هي خايف عليك تستهوى من البرد. وفي حاجه؟ لا خالص. بعدين فيستات ايه اللي بتتكلم عليها؟ فيستات دول يلبسوهم العيال الصغيره الهواه زي دول كده، زي العيال السيس دول. دول
ازيك حبيبي؟ ها يلا؟ لا انا عايزك يلا 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 يا بطل. ابوس كعوب رجليك، قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اللي بتكلمه ده اكس داخليه. ماشي، يعني ورقه وقلم يا حبيبي واكتب بقى ورايا. قول يا زفت انجز. في حاجه يا حماده؟ ايه؟ في حاجه؟ شكلك متوتره. لا اوعى، انا عايزك اوعى. مفيش ما يدعو خالص. قاطت التنشين بتقول سن نملة الزبانة. زبانة؟ ما أول مرة أسمعها دي. ما هو يا دبانة يا زبانة. المهم سن النملة أسفل منتصف الهدف. فين الهدف بقى؟ أهو أهو. بقول لك إيه؟ اضرب أنت، عشان لو أنا ضربته ما كانتش هيبقى منظري زبالة جدا. أيوه أيوه. بس اسمع، هعمل نفسي أنا اللي هضرب، فأنت قولي لا أنا كده، فاهمني؟ يلا 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 هضرب أنا. يلا اضرب أنت يلا. حيوان. انا اللي هضرب. ها زي ما انت عايز. اوعي. لا ها. الله. يس. برافو. يس. ما جاتش. احنا قصدين على فكره، احنا قصدين. قولي لي ليه؟ ليه؟ مش عارف. هقول لك انا ليه. عشان الفشل اللي هو عمله ده انا هحوله لك حالا لنجاح. طب وريني يلا. لا بصي بقى، انا هخليكي انتي اللي هتحولي الفشل ده لنجاح. تعالي بقى هاتي ايدك. يلا. انتي مبسوطه صح؟ قوي. متشوقه جدا. يلا. قدره. لا اوعي. تعالي بقى كده، هاتي صباعك كده وايدك بقى تحت كده عشان ايديكي ناعمه يا معلم. لا بقول لك كده، بصي كويس انا. ايوه ركزي بقى. والله مش مشكله، المهم ان الصحبه الحلوه اللي احنا فيها دي بتتكرر. طبعا. لا طبعا. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الف ب امان. نخلص تمارين لازم نأمن الطبنجة. ازاي؟ ازاي؟ نأمن الطبنجة ايه ده؟ ده كلام فارغ، ده كلام هواه. المحترفين ما بيأمنوش طبنجات. بس هيفهم ايه؟ كبيرة قوي. ما تسمي نفسك يا نجاة، ايه دي اللي كبيرة؟ التعوير التعوير. التعويرة برضو. اقول لك ايه، ما تقوليش ان انا قلت حاجة. ها ما تخافش، مش هبيع. ايه مالكم؟ صباحك نادي يا ابن اختي عنتيل العمارة. ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ انت لبست بدله الضابط بتاعه الاستاذ كمال ابو ريا وخرجت بيها؟ مين قالك بقى الكلام ده؟ هيكون مين يعني؟ البقف ده. انت بتبين هنا جت. اخرس انت. عادي، لبستها مره واحده ورحت حفله تنكريه وخلصنا. انت كذاب. طب وديلي وايمناتي، لو شفتك لابس البدله دي تاني لحبلغ انا عنك البوليس. ولا ليه؟ انا هقول لك بقى انا هعمل ايه. اتفضل. نجوى يا نجوى. ايوه. خدي بدلتين البوليس دول توديهم عند الاستاذ كمال ابو ريا، قولي له خليهم عندك. ايه رايك بقى؟ انت مكبره الموضوع كده ليه؟ انت ايه؟ ما بتحسش؟ انت عايز تعمل فيا ايه؟ عايز تشلني؟ عايز تخلص عليا؟ مش كفايه انك مش فالح في اي حاجه، عايز تمرمطني كمان وراك في السجون؟ حرام عليك، انت عارف لو اتمسكت بالبدله دي ممكن تاخد فيها كام سنه سجن. رحمة ابوك يا شيخ ما تزعل مني، والله العظيم ما قصدت ابيعك وليد، انا فعلا بخاف عليك. بقولك ايه، ما تتكلمش معايا تاني، انت مش راجل. يالا بعد، انت مش موضوع خلص خلاص. اتفضل غرف الستين ده يا بقى، قاعد معانا تاني ليه كده برضه يا وليد؟ اوعدك يا سيدي ان انت مش هتشوف وشي تاني خالص، انا واضح انها تقلت عليكم. سلام سلام يا ابن اختي. ايه
هنا بقى يا باشا ان اثنيه سنيه تمام. وحياة امك ما تقول لامك. خلاص مش هقول لامي. في ايه مالك؟ هقص. طب ايه عايز ايه؟ اجري اجري بس ودي وشك كده وطلعت اساسا. الله يعرفك. هو حاجين بقى الصنه وجينا ده يا اخي. كتاف كده مظبوطه؟ الكتاف عسل. بس احنا ليه عاملين كده؟ مش عارف. تعالى يلا. ايه مالك؟ والله ما انا عارف يا وليد اخره المرمطه دي ايه؟ اخرتها ريم. بعدين مالك يعني خايف كده ليه؟ انا معاك وليد. يلا. ايه ده؟ خد. بيني وبينك من ساعه ما شفتها وانا متغير حياتي كلها اتلخبطت. تصور انا اقطع علاقتي بكل البنات اللي انا عارفهم. كل البنات؟ كل البنات والله. خلاص يلا انا كبرت ما بقتش بتاع بنات. بقيت بتاع نسوان دلوقتي. فك بقى. ها؟ ها؟ معايا خالو؟ معاك يا ابن اختي. بس بقول لك ايه؟ احنا محتاجين حد يساعدنا وش. اي والله اي والله يا يالا انا عرفت حساب معايا سنه يالا. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? ده عادي يعني انت عمرك شفت قبل كده ظابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ انت مالك يا حماده بقيت عيل خرع كده؟ يلا في ايه يلا مالك؟ يلا انا معاك، انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى. وتطلع ورقه وقلم يا حلو. وتتعلم. يا صباح العسل يا رجاله. رخصك فاتش العربيه. مالك يا باشا؟ ده مفهومك على الميري مش كده خالص؟ مفيش حاجه كده. حماده بيه. امر يا فندم. طلع ورقه وقلم خد اقواله. اقوال ايه واحنا في الاسم؟ ايه ده؟ ده الفنان احمد زاهر حبيبي. ازيك يا فنان؟ صباح الفل يا باشا. انا بحبك حب حبيبي. بحبك شرف ليا والله. شرف عينيا. ده انتوا حماة البلد. بقول لك ايه يا نجم بصراحه كده عينيا. انتوا بتبوسوا في الافلام بجد ولا كده؟ انا عن نفسي يعني انا ما ببوسش خالص. طب انا عايز ابوس. نعم. عايز امثل تخدمني الخدمه دي؟ معقوله يا باشا؟ ده انت ظابط قد الدنيا عايز تسيب دورك الوطني الهمام دوت وتروح تمثل؟ ده احنا بنتحمى فيكوا. معلش يا باشا بس بمسح صور عشان الذاكره عندي مليانه بفضي المعرض بتاع الصور. معلش اهو معرض الصور اهو. يلا اهي. على فكره بحبك برضو. ها يعني بخش معاك في الصوره. اتفضل انا معانا في الصوره جوه. يلا اشترك يا باشا. الضحكه بقى الضحكه الحلوه بقى اهو. ها يلا نبين سنه الارنوب اهي. نعمل حركه يا باشا. الحركه انا ما بطيقهاش دي. يلا بوز البطه بقى. بوز البطه عنديل. بركه يا فندم. بركه والله يا فنان. يلا لعبنا وهزرنا. تمام. رخصك بقى برضو. رخصك انزل لي. لا 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 سوري بقى معلش ستوب الحرف. انزل لي. لا يا فندم حضرتك تتعامل معايا قانوني. من حقك انك تسحب الرخص وانا اروح زي الشاطر ادفع الغرامه واجيبهم. تجيبهم ده لو لقيتهم هناك اصلا. ماشي اوكي هجيبك يا احمد ازاي. غير بقى موضوع خد اقوالهم ده. هاي هاي. لا ما ده فيها هاي بقى. حماده بيه. عمر يا فندم. طلع ورقه وقلم بسرعه خد لي ارقامهم. غيرت اهو. ها شوف الجد بقى. امال ايه؟ هو الحمد لله انه هاي وكله تمام طبعا. بس استسمحك معلش لو معاك على الموبايل اي حاجه ليكي وانت لابسه كت. انت مجدد الرخص ها؟ لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الله الله. ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ ما تسمعونيش انا ليه؟ قصدي اللي بتشربوه ده ايه؟ كدابه في كل كلمه كدابه. لا وايه؟ طلعت خبره جدا وعارفه بتعمل ايه وتريها متعوده دايما. يا ريتني سمعت كلام دايما تقول عشان تاخد الرخص. متعوده دايما. لا مفيش ابتسامه ليه هنا. بتسرقني يا حماده؟ والله العظيم ابدا.
ما لو ايدك هنا ومش بتسرقني ده نزعل اكتر. ارجوك اكدب وقول انك كنت بتسرقني. ايوه طبعا كنت بسرقك، امال هكون بعمل ايه؟ انا كنت جعان ومعيش فلوس وعايز اجيب زر بطاطا. زر بطاطا؟ اهو ظهر الحق قبل ما تبص لي البصه دي. انت كداب يالا، ده انا بعناية دول شايف جيبك ده مليان فلوس قد كده يا ابني. والله العظيم التلاته ما معايا فلوس. اهو يا سيدي ادي جيبي اللي مليان فلوس اهو، مفيش غير المفتاح ده. ايه المفتاح ده؟ مفتاح ايه يا هبل؟ دي فلاشه. سبحانك يا رب، ربنا عارف ان احنا قاعدين زهقانين فبعت لنا فلاشه عليها فيلم اكيد هيبقى حلو. هات اللابتوب. اسمع اسمع، هات بس اللابتوب، عايزك في موضوع مهم. طب هات اللابتوب واسمعك. انا خدت قرار مهم جدا. خير؟ انا هتجوز ريم. ويا ترى بقى هتتجوزها على ان انت الضابط ولا الواد بتاع المكعبات؟ اكيد هقول لها كل حاجه، هقول لها الحقيقه ما تخافش، وعارف ان هي هتسامحني وهتعديها عشان هي كمان بتحبني. انا هعترف لها بكل حاجه الصبح اول ما نروح كلنا ان شاء الله. وليد، الفلاشه دي بتاعت واحد شغال في السجل المدني بتاع الدوله اجنبيه. بص الصور والبيانات. ايه بقى اللغه دي؟ ايه ده، مش دي الدكتوره ليلى العربي اللي اتقتلت؟ ايوه. ودي الجلابيه اللي كان لابسها ماركوس عندنا في البيت؟ ايوه. ده ليه اي دلاله؟ نهار ازرق ومنيل، مين الراجل ده؟ اكيد ماركوس هيبقى عايز الفلاشه دي باي شكل، واكيد هيجي لنا البيت. امي نجات، نهار اسود. ايوه نجات. هو الموت كمان فيه هزار؟ اسمعيني بس دلوقتي، انت فين؟ انا لسه واصله البيت حالا. البيت؟ طب اقول لك، غير هدومك بسرعة، احنا لازم نمشي. Pero qué pasa? ¿Estás buscando algo? Mi abuelo. ¿Es el llavero tan importante? Es el llavero de un flash de memoria que tiene tu latata. ¿Qué significa eso? Su locación y su formación. ¡Nagat! 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 ¡Ommi! ¡Ommi! ¡Etatalet! ¡Nahar esud! ¡Etatalet! ¡Ya nahar esud! أمي! إيه؟ إيه؟ إيه حيوان منك له؟ بتصحيني بالطريقة دي إزاي كده؟ ما أنت ما ترديش خالص، اتخضيت عليك. فاتك القرف، قلت لك بطل الطريقة دي 100 مرة. الحمد لله. عارف. إيه؟ ورحمة أمي هي هي. أوه. إيه نجاة بقى؟ بلاش كلام فارغ بقى. هي هي. خلينا بقى في المهم. ايوه خلينا بقى في المهم، انت كنت فين يا استاذ؟ انت والمتكلف ده. كنا في رحله. ايه؟ بقول لك يا نجاه، احنا واقعين في مشكله كبيره ولازم نسيب البيت ده حالا. نسيب البيت؟ اه، ولازم تيجي معانا. ايه اوعى كده؟ تعالي معانا احنا في خطر. اوعى كده، انتوا عملتوا ايه؟ ربنا ياخدكم. ولا سيب هدومي يلا. هقول لك كل حاجه بعدين، بس لازم نمشي حالا. نمشي من هنا نروح فين بس؟ وليد؟ ريم لو سمحت عايزك في كلمتين لوحدنا. عايز اعترف لك بحاجه هتصدمك، انا كدبت عليكي. انا لا ظابط ولا حاجه، بس انت السبب على فكره. الحفله اللي انا شفتك فيها كنت جاي ومتخيل ان هي حفله تنكريه، عشان كده كنت جاي لابس بدله ظابط. والله العظيم ما كان في نيتي اخدعك، بس بعد نظره الاعجاب والتقدير والاحترام اللي شفتها في عينيكي كان لازم اكمل كده. انا عارف اني غلطت، وغلطت غلط كبير كمان، عشان كده انا جاي النهارده اقول لك حاجتين. أنا آسف، أنا بحبك. أنا عارفة الكلام ده كله، حمادة حكى لي كل حاجة، حكى لي عشان بيحبك. وعلى فكرة أنا كان بقالي خلاص كام يوم بحاول أساعدكم. أنا بقى جوايا إحساسين عكس بعض اتجاهك. يا
الاول اني زعلانه عليك عشان انت متورط في مشكله كبيره زي دي، والتاني ان انا كنت خايفه لا تكون ما حبتنيش زي ما انا حبيتك. هينفع حضرتك خالص. ألف شكر، ألف شكر. إيه ده يا أستاذ؟ حضرتك مرتبطة يا جماعة، الحقوني. وليد، هي الجروح اللي في المناطق دي بتلتئم بعد قد إيه؟ عماد قسما بالله أعمل لك جرح تاني جنبها ومش هتلتئم عمرها. باباس باباس. ايه يا حماده ده؟ حماده ما تبوس ده احسن. مش عارف اقعد. وليد، احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما نسلم نفسنا. خلاص البوليس، بوليس بوليس. بص قدام، بص انت قدام وانا اخد بوش عشان ما نتعرفش. الكعبه ولا بوتا معده. وليد بتعمل ايه؟ المواقف اللي زي دي البوليس بيبقى عايزهم احياء. عيب يا عبيط، وانا مش عارف اضرب فين. مش هجيبك يا احمد يا زاهر. تعالى احمد. ايه ولا في ايه؟ اوكي يا بتضايق اجري. ما تزعقش. هو حماده مش عايز اموت في المول. سيبني يا ابني، اوعى هيجري. انا مش عايز اموت. اقسم بالله ما هسيبه يا ابني. اوعى يا ابني.
وليد 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 قومي بطل قومي بطل البرونزاج اللي انا عايزها اصلا انا جايب اللبس كله بصي احمرات واللي هي الالوان الدافيه كلها اللي هي درجات الورم دي عشان الصيف وكده. لا حضرتك ده هيعمل مفعول مع حضرتك هيخلي حضرتك مسمر شويه. خلاص يبقى لا تمام هاخد دي. طيب بالنسبه بقى للكريم ده يمشي تشقات كعوب تسلخات يمشي التسلخات يمشي المناطق الداكنه المناطق الداكنه يمشي برده المناطق. خلاص يبقى هاخد برده ده و السلام على حضرتك. مالك حضرتك؟ الله يسلمك. واخد طلقه عادي بقى. طب نطلب حضرتك الاسعاف؟ لا انا لسه هنكمل اصلنا فخليها بقى يمكن اخد طلقه فيها تاني ولا حاجه. لا اعملها مره واحده في الاخر واخلص يعني. ودي مفيده بقى؟ اه حضرتك دي مفيده. جربها يعني. يعني دي لو انا في صحراء وعطشت يبقى دي على طول. لا دي حضرتك مش للشرب. لا مش للشرب. ماشي اخدها برضه. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بس بقى أحلمها. إيه يا ابني؟ وهو برضه. ألف شكر يا فندم. إيه إيه نجاة خدت إجمالي حقي. يا فندم ما تنصحش إن أنت تعملي ده. نجاة خدت الشيك ومشيت. ده أنا لما لقيت 10 جنيه في جيب الجاكيت عينيا دمعت من الفرحة. وليد أنت ما بتردش عليا ليه؟ بس حمادة اسكت اسكت. أنا مش شايف دلوقتي غير حاجة واحدة بس. إيه؟ رأفة الهجان وهو بيجري قدام عينيا كده. بيجري ازاي؟ كده رايح جاي. ممكن بقى تفضلوا معايا؟ ايه انا اتوقع يعني هما يسلمونا شقق واراضي ومصايف العاب مائيه وكده عملوا كده مع رأفت مصايف صح يا دوركم الوطني اللي قمتوا بيه البلد عمرها ما هتنساها، انما لبس البدله وانتحال الشخصيه للاسف هيبقى ليها عقوبه ولازم تتم. اخبار رأفت معاك ايه؟ تمام؟ هتقول لي مش هقلع البدله مش هقلع البدله؟ البس. طب وانت كنت فاكر ايه؟ انا كان قصدي البدله الزرقاء. مبروك. مع أول سقفة سمعتها بعد نجاح مشروع المكعبات بتاعي حسيت قد إيه فرق كبير قوي لما تنجح والناس تحترمك بالبدلة اللي على مقاسك. ورغم إن حمادة عقل وقرر إنه يشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها برضو بس تقريبا من أحسن معاه شوية شويتين بصراحة. ريم وليد الحمد لله إنك جيتي. فاكر اول يوم ما جيت لي المسرح هنا؟ طبعا فاكر. تقريبا كان في حاجه انت عايز تديهني. كانت بوسه. الكلام ده ليه بجد ولا العروسه؟ انا نسيت الحوار على فكره مش عارف انت قصدك ايه. ده العروسه طبعا. تتجوزيني؟ عشنا وشفناه